واعلم أن الدعاء ما حل الذنوب فإنه ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. فارفع يدك إلى ربك غفور إلى رب غفور لكي يجعل لك من نفسك سدا منيعا عن الذنوب ومن بلدك بلدا آمنا ويجنبك ومن اتبعك أن تعبد الأصنام. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله.